العيسي رجل الصفقات المشبوهة. في سفينة اللي صارت شغل شاغل اللي تابع شركة عرب جلف ممثلة بالشيخ أحمد العيسي، وتواصل مع الشيخ أحمد العيسي حوالي ساعة إلى ربع، تواصل معي يقول لي أنا قلنا عندنا مستندات يعني حوالي 2,300,000,000 تعذر في أمور ثانية، تعذر في أمور أخرى، له شيء ثاني. إحنا قلنا لابد إحنا نعرف الحقيقة، وحولوا المقاومة إنها تريد أن تصنع سلطة أخرى. يمسك بقبضة حديدية على سوق النفط في اليمن منذ ما يزيد على 18 عاما قبل أن تقرر الحكومة اليمنية كسر احتكار استيراد الوقود وفتح المجال للمنافسة. وطيلة السنوات الماضية كان أحمد صالح العيسي يتحكم بكل قطرة بنزين تدخل أو تخرج من اليمن، خصوصا منذ بداية الحرب والسيطرة على شركات مصافي عدن الحكومية، وأصبحت له اليد الطولة في إصدار القرارات الجمهورية المتعلقة بمسؤولية هذه الشركات العملاقة التي تأسست مطلع خمسينات القرن الماضي كأول شركة لتكرير النفط الخام في منطقة الجزيرة العربية والخليج. تمكن العيسي من صنع الأزمات وعرقلة عمل المؤسسات بشراء ذمم الساقطين في مستنقع العمالات، ومارس أبشع صور الفساد، كما قام بحرب الخدمات لمعاقبة الشعب وتعطيل المؤسسات. استغل رجل الأعمال الغامض والصفقات المشبوهة مكانته القريبة من الرئيس هادي في استغلال ظروف اليمنيين ليكتسب ملايين الدولارات يوميا على حساب معاناة الشعب. هكذا تصف التقارير الدولية رجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي مدير مكتب الرئيس هادي للشؤون الاقتصادية. وحسب المراقبين وخبراء الاقتصاد، أصبح العيسي رقما صعبا في المعادلة الاقتصادية في اليمن بعد أن أحكم قبضته على النقل البحري لصادرات النفط التي تمر عبر ميناء عدن الاستراتيجي جنوب البلاد. واستطاع أحمد صالح العيسي الذي التحق في بداية حياته بمعهد النور العلمي التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح إخوان اليمن بمدينة الحديدة، حيث كان والده هناك يمتلك محطة لبيع الوقود، استطاع في زمن قياسي من بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة تعتمد على تجارة الوقود والاستثمار في المشتقات النفطية والنقل البحري. ويمتلك العيسي الذي يعد أحد أبرز رجال الإخوان في اليمن 4 شركات لاستيراد النفط وأكثر من 18 ناقلة بحرية. ووصفته صحيفة ليموند الفرنسية بالتمساح، وقالت أنه تحول إلى أحد أبرز تجار الحرب في اليمن، وأنه أصبح رقما صعبا في المعادلة الجيواقتصادية بعد أن أحكم قبضته على النقل البحري لصادرات النفط التي تمر عبر ميناء عدن الاستراتيجي. وكشفت وكالة ديب ريفر الدولية للأنباء أن العيسي بدأ خطوات عملية للاستحواذ على قطاع الخدمات الأرضية في مطارات يمنية بعد استيراده عددا كبيرا من المعدات الخاصة بالخدمات الأرضية للمطارات بغية الاستحواذ على الخدمات بتوجيهات من الرئاسة اليمنية. وبحسب فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، فإن العيسي الذي تم وضعه على قائمة العقوبات الدولية يعد أحد القيادات اليمنية الداعمة للإرهاب التي تعمل على تمويل ميليشيات الحوثي الانقلابية، بل وأنشأ 7 مواقع إخبارية تدعم الحوثي والإخوان وتسيء لقوات التحالف العربي.